لا انا يا اخويا موريش غيرك ولا ايه؟ ينفع والنبي دي مقابله يا سوسو. انت يا اخويا مش تضمت مع القسطه وخلاص؟ عايز مني ايه تاني؟ انا اعمل كده برضو؟ ده انت الايد اللي اتمدت لي وانا محتاج. ايوه هنشحت بقى. لا انا جالك عشان اشكرك واقول لك ان انا واد اصيل وارد الجميل. انا جاي ارد الجميل. لا اخويا متشكرين، وامشي بقى عشان عايز اريح جتتي شويه. لا ده كل اللي جتتك، جتتك دي لازم ترتاح، لازم تحافظي عليها، دي هي الامل. ولا انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اعرف. تعرف ايه؟ النظام، السيستم، مديحه، ايه ظروفها؟ اسالها. ينفع اسالها برضو والمفتاح معاكي؟ ده عيب حتى. لا يا حبيبي انا ما اعرفش حاجه اكتر من اللي انت شفته. سوسو معقوله؟ وحيات امك وامي ما اعرف اي حاجه. انا يا اخويا اخرتها تقولي تعالي يا بنتي يا ساميه اجي، هز يا بنتي يا ساميه اهز، اكتر من كده ما اعرفش. اي نعم يعني بيجي عندها ناس كبارات وناس كمان اللي بيطلعوا في التلفزيون، بس احنا يا حبيبي هناك لا بنسمع ولا بنشوف ولا بنتكلم. ماشي يبقى حافظي بقى على جتتك. بطل. امير ده انا اللي مربياه. مرة وهو صغير فتح الكيس واخد جنيه من غير ما يقول، وانا عرفت عاديكي، نزلت فيه ضرب لغاية ما ايديه ورمت وبقت قد كده. عشان يعرف ان السرقة حرام ويحرم، واحلف بالعشر انه ما عملهاش تاني ابدا. بس تعرفي يا تميمة ما تقلقيش، انت ربنا هيقف معاكي عشان انت طيبة وغلبانة. اصل انا اعرف يعني اللي عندهم اصل واللي ما عندهمش اصل خالص. ما يغركيش يعني ان انا كبيرة، بس انا عقلي يوزن بلد. وطول ما انت شريفة وبتعرفي ربنا وبتفرقي ما بين الغلط والصح، عمر ربنا ما هيسيبك ابدا. مين؟ ما تخافيش ما تخافيش، انا هفتح. انا ايوه طيب. تميمة العوامي هنا؟ ايوه انا، في حاجة؟ معانا امر الضبط واحضارك. بعد اذن حاجة يا فندم، الكلام موجود في المحضر ده كلام مش مظبوط مش صح. والله ده بلاغ، وانا بنفذ القانون مش اكتر. طب بعد اذن حضرتك انا عايز اعرف مين اللي عمل المحضر بالظبط، باسم مين؟ واحدة اسمها نبوية. نبوية؟ طب يا فندم انا هستأذن حضرتك في حاجة صغيرة جدا، أنا عايز أشوف تميمة بعد إذنك. مش هقول لك لا، عارف ليه؟ لأن حاسس إن كلامك صح. تمام يا فندم. هات لي البنت اللي اسمها تميمة من الحجز. لا مؤاخذة يا باشا، مين بنت تميمة دي؟ بنت اللي لسه جايبينها، يلا. تمام يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا. السلام عليكم. مراد بيه موجود؟ موجود يا فندم. طيب. خلاص روح انت دلوقتي. ليلى اتأخرتي كده ليه؟ أنا مستنيكي بقالي أكتر من ساعة دلوقتي، ما رضيتش أتصل بيكي، قلت أسيبك براحتك أحسن تكوني خايفة تيجي ولا حاجة. لا خالص. امال منى هانم فين؟ سافرت. هي ما اتصلتش بيكي؟ لا 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 لا، ما عندهاش حق. انا ماشيه بقى يا بيبي، عاوز مني حاجه يا مرتي؟ انا لا 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 لا، تمشي ايه؟ لسه بدري قوي، لسه الليل طويل. ليلى اوعي تفهميني غلط، انت عارفه انا بعز منى قد ايه. باي حضرتك. لا 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 بجد، انا بعزها وما اقدرش استغنى عنها. كل الحكايه بس ان انا بحب التغيير، ما بحبش الملل، بس عمري ما عملت حاجه غلط. انا كل اللي بعمله بس اني بنبسط، بدردش، بفرفش، مش اكتر يعني. لا حق حضرتك صراحه، انا جايبه لحياتك البن اللي حضرتك كنت عايزه. حلو قوي، حوكتي بايدك. ميرسي قوي. دقيقه وراجع لكم.
انت بقى من انهي ناحيه كده بالصلاه على النبي؟ يعني هو الاكيد الاكيد ان انا مش من الناحيه الشمال، وتهيأليش ان انا من الناحيه اللي انت منها. على كل حال احب اطمنك، هو النهارده جاي معاك كلام ورغي، وكلامه كله يخطئ عن الميتين. سبحان الله، من ساعه ما جيت وعمال يتكلم عن حتشبسوت، نيفرتيري، كيلوباترا، لما خلاص هطلع من هنا على المركب الفرعوني عادل. لا اله الا الله. لا اله الا الله. مراد بيه، حياتك عايز مني حاجه؟ سلام عليكم. لا لا لا، استني استني، ده انا عايزك في حاجه مهمه جدا، وانت كمان يا جوجو عايزك، عايزكم انتوا الاثنين. ما تقلقيش يا تميمه، بكره الصبح ان شاء الله هتخرجي على طول بعد العرض على النيابه. ما عادش فارقه خلاص يا استاذ امير، انا هنا محبوسه وهناك محبوسه، يمكن هنا الاقي حد احن عليا من اللي انا كنت فيه. يا بنتي ان شاء الله بكره الصبح ابويا يعدي على جابر ويقول له كلمتين. والنبي يا استاذ امير، لا حد يعدي عليه ولا حد يقول له حاجه، ده كلبه هو واللي معاه ما تعملولوش قيمه. انا خلاص ما عادش فارق معايا حاجه، هما مش بيقولوا ان انا ضربتها وسرقتها، خلاص انا ضربتها وسرقتها. انا عايزك تسمعي الكلمتين اللي هقول لك عليهم وهننفذهم بالحرف الواحد. احنا هنعمل لهم محضر بالتعدي والضرب ضد جابر وضد نبويه، يعني المحضر اللي عملوه ضدك ده هيبقى ضدهم، هيبقى يعتبر بلاغ كاذب. فاهماني؟ يعني ايه؟ يعني ببساطه هرفع لك قضيه طلاق وهتكسبيها. صح يا استاذ امير، يعني انا ممكن اخلص من الهم اللي انا فيه ده؟ هتخلصي، بس انا مش عايزك تبقي مستسلمه قوي كده تماما، وعايزك تبقي متاكده كويس قوي ان انت هتاخدي حقك، لانك هتاخديه. نفسي اخد حقي من اللي ظلمني، بس ما حدش بيسال عليا، ده انا زي الكلب، وكل ما بيحصل لي حاجه اجري على بيت من بيوت الحاره اقعد فيها واتلقح زي اللي ملوش ماتوا. ما تقلقيش يا تميمه، قلت لك انت هترفعي قضيه طلاق على جابر وهتطلقي منه، ومش بعيد لو حبستيه كمان. صحيح. والنبي على فكره ما بتجناش عليه، انا لما كنت شفت اللي حصل ده بعيني ما كنتش قلت الكلام اللي انا قلته دلوقتي. يا رب يا استاذ امير، ربنا يكرمك وتبقى اكبر محامي في البلد كلها يا رب. ما تقلقيش يا تميمه، أنا وصيت عليك الظابط وهو متعاطف معاكي وحاسس كويس قوي إن أنتي مليئة. خلاص بقى، أنا بعد اللي سمعته ده هقول إيه؟ ربنا يكرمك ويخليك يا رب. المهم إن شاء الله بعد ما تطلعي من هنا تعملي لي توكيل عام قضايا عشان أشوف لك القضايا بتاعتك ونشوف موضوع جابر. حاضر. أنا طول عمري بحب السفر والرحلات. ذكرياتي مع السفر ملهاش حدود. أنا سافرت اليونان مثلا، بلد جميلة أوي.